اليوم كتنظم جمعيه موارد البيئه والتنميه بشراكه مع المدرسه العليا للتكنولوجيا بكلميم وجهات كلميم وادنون وجامعه كلميم والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء بكلميم وبتنسيق مع المصالح الخارجيه المهتمه ندوه علميه في موضوع اعاده استعمال المياه العادمه المعالجه اي مقاربه لتدبير بيئي مستدام جهات كلميم وادنون نموذجا. وكتندرج هذه الندوه العلميه اللي كتنظمها الجمعيه ضمن الاهداف المسطره في المخطط الاستراتيجي ديالها في رؤيه 2021-2023 واللي كيرتكز بالاساس بالاهتمام بالمجال البيئي وترسيخ الثقافه البيئيه وتحقيق التنميه المستدامه. وكذلك هذه الندوه العلميه كتجي في سياق الانشطه العلميه والتاطيريه والتوعويه والتحسيسيه اللي كتنظمها جمعيه موارد البيئه والتنميه وهي مناسبه كذلك لعرض برامج واستراتيجيات القطاعات اللي عندها علاقه بالبيئه بمجال البيئه والتنميه المستدامه على مستوى جهات كلميم وادنون وهي ايضا فرصه لتسليط الضوء على اهميه الالتقائيه بين مختلف هذه الاستراتيجيات من اجل بلورتها لتحقيق الاهداف المسطره ضمن المخطط النموي لجهات كلميم وادنون. وكتهدف هذه الندوه اللي كتنظمها الجمعيه كذلك الى مناقشه الاشكاليات المرتبطه بالتطهير السائل محليا وجهويا وطنيا. وفي هذه الندوه ان شاء الله غادي يتم مناقشه مجموعه من المحاور اللي كتهم الابعاد المؤسساتيه والتنظيميه لتطهير السائل ومعالجه المياه العادمه والجوانب التقنيه وتثمين منتجات التطهير بما في ذلك امكانيه اعاده استخدام المياه العادمه المعالجه والضوء اللي كيطلع به مختلف المتدخلين في هذا المجال. اولا الهدف الاساسي والرئيسي من تنظيم هاد الندوه كما قلت سابقا وهو المساهمه في تنزيل وتفعيل الاستراتيجيات القطاعيه وكذلك بما فيها البرنامج الوطني للمياه الشروب المياه السقي والمياه السقي 2020-2027 وكذلك الاستراتيجيه الوطنيه للتنميه المستدامه وكذلك البرنامج التنموي لجهات كلميم وادنون. اذا هذه الندوه العلميه تتمحور بالدرجه الاولى حول سبل ايجاد مقترحات وحلول من اجل التدبير المستدام للمياه العادمه. وكما تعلمون على ان الان في ظل التغيرات المناخيه وفي ظل ايضا ضعف الامكانات الماليه والموارد المائيه لابد من اعاده النظر في هذا المورد الثمين الذي هو المياه العادمه عن طريق وضع استراتيجيات وايضا مخططات لتثمينه عبر اعاده استعماله ومعالجته وإعادة استعماله سواء في مجال سقي المناطق الخضراء أو في مجال أيضا الفلاحي وهو يعد أيضا أحد التحولات التي تشتغل عليها كل المؤسسات خاصة المؤسسات المنتخبة حيث أنها تخصص الآن ميزانيات مهمة من أجل بناء محطات للمعالجة نظرا لكون أن عدد السكان في تزايد وبالتالي فإن دائما هذه المياه مياه الصرف الصحي في تزايد وبالتالي تحتاج أيضا إلى مقاربات سريعة من أجل أولا ضمان بيئة مستدامة ضمان وسط بيئي نظيف يعيش فيه الإنسان في ظروف صحية جيدة. واليوم كل المتدخلين اليوم الذين يمثلون قطاعات حكومية مختلفة سيقاربون هذا الموضوع من زوايا مختلفة، أولا من الزوايا القانونية، ثانيا من الزاوية الحكماتية عن طريق يعني إبراز أهم الاستراتيجيات، ثانيا ثالثا عن طريق أيضا الزاوية التقنية خصوصا وأن معالجة هذه المياه تحتاج إلى تقنيات متطورة من أجل ضمان جودة فعالة وكبيرة. وشكرا. وكالة الحوض المائي لدرعا ودنون كما يعرف الجميع وكالة تمتد على 8 أقاليم وعلى 3 جهات ولها روافد مائية مهمة كوادي درعا ووادي الصياد وبالتالي فهي تعد من بين الوكالات الكبيرة على الصعيد الوطني. بالنسبة للمشاركة ديالنا في هذه الندوة العلمية حول إعادة استعمال المياه العادمة كما تعلمون أن وكالة الحوض المائي لدرعا ودنون لها اختصاصات مهمة كبرى كالحماية من الفيضانات وبعض الدراسات تطهير السائل وبعض الدراسات الخاصة بالفرشة المائية وإلى غير ذلك ومداخلة تتركز حول الدراسات التي قامت بها وكالة الحوض المائي في هذا الاتجاه كدراسة
إعادة استعمال المياه العادمة بميرلفت ودراسة إعادة استعمال المياه العادمة بقلميم من أجل سقي المساحة الخضراء. هذا كل ما يهم تدخلنا في هذه السنتين الأخيرتين فيما يخص الدراسات في هذا المشروع المهم والمهم جدا. الهدف من هذه الندوة العلمية هو تسليط الضوء على هذا الموضوع المهم جدا، ألا وهو إعادة استعمال المياه العادمة قصد استعمالها لسقي المساحات الخضراء، لسقي الملاعب، بدل استعمال مياه الصالح للشرب والمياه المعدة للفلاحة، لأن كما يعلم الجميع بأن المنطقة تعد من المناطق التي تعاني من ندرة الموارد المائية بفعل الجفاف وبفعل استغلال المفرط للفرشة المائية، وبالتالي كان لزاما على المجتمع المدني وعلى الفعاليات وعلى الإدارات المعنية تسليط الضوء على هذا الموضوع قصد تفادي استعمال المياه العذبة ومياه المياه السطحية والمياه الجوفية في السقي المساحات الخضراء. وبالتالي هذا هو الهدف الكبير ديال هذه الندوة، وهي ندوة علمية وتقنية جدا.